طيب نروح بقى مع حضراتكم لهدف مهم جدا سجله النجم النرويجي ايرلينج هالاند مهاجم بروسيا دورتموند خلال مباراته امام فولسبورغ اللي انتهت بنتيجه 3-1 ضمن الجوله 13 من الدوري الالماني. اللاعب كان غايب عن الملاعب لمده 6 أسابيع نتيجه اصابه عضليه كانت تعرض لها من منتصف اكتوبر الماضي، واحرز الفتى الذهبي الهدف الثالث لفريقه في الدقيقه 81 يعني بعد 7 دقائق فقط من دخوله الى ارضيه الملعب. بكده يكون سجل هالاند هدفه رقم 50 في البوندسليغا خلال ظهوره ال50 في المسابقه بقميص بروسيا دورتموند، يعني 50 هدف من 50 مباراه بالنسبه له. كمان وصل هالاند لهدفه العاشر في الموسم الحالي للدوري رغم غيابه عن عده مباريات. وايضا الجدير بالذكر انه بيحتل المركز الثاني في ترتيب الهدافين بفارق 4 أهداف فقط خلف النجم البولندي روبرت ليفندوفسكي طبعا مهاجم بايرن ميونخ. ما شاء الله يعني في غزارة تهديفية.